رجعت لكوزينتنا هنا بحضر الشيف مروان اليونسي. خلينا نشوف الشيف وين وصل في الغوسيت. دونك شيف أيه. قدمنا مليح. دونك بدينا بالليمونفيز، قلت خنحضر لاباري خليها ترتاح شويه. دونك حطيت اللي في الساك الكل، جوست تزيدوا عليه 100 مليلتر زيت، 100 مليلتر ماء، كعبتين عظم اكاها سي سامبل، الكل مع بعضهم وتخلط. وزاد في وسط الباك، وتلقى اللي في بيت دو شوكولا اوسي في وسطه، معناتها ما تبقاش تلوج في الشريمه ولا سخره وكل شيء، تلقاهم في وسطه، تنجم تخلطهم من بعد ما تخلط. علاش راهو هنا لي برودوي سمارت شيف نموت عليهم، على خاطر كل شيء موجود فيها وسهله، حتى مع الصغيرات توا ينجموا يقدوا معنا لي روسيت هذوما ويعملوا كيف على الكوزينه. اون بليس سي لوبجيكتيف دو فيغ دي غوتي، انا الفكره هي سيتي دو فيغ دي غوتي سامباتيك للصغار، باش نعمل وحدين فيهم البا وواحدين باش نحط في وسطهم سيرو نتاع سمارت شيف، على خاطر عندنا الشوا كبير ما بين كيوي، فرامبواز، شوكولا، فاني. دونك وزاد تلقاو في وسط الباكو الكاسات نتاعهم اللي تحب تحط في وسطهم ويطيبوا. دونك دولوت كوتي بالنسبه للمقارونه، دونك سمط مقارونه بيو نتاعنا كيما تشوف، حتى الكولور نتاعها ذهبيه. من هنا اللحم المفروم نتاعي حطيت له التومات كونسونتري نتاعنا نتاع سيكان. دونك قلنا اللي انا با بزوان باش نحط برشا طماطم، او كيما تشوفوا انتم توا مانيش حاطط برشا طماطم سوفيزون، صحيت نقليه مع البصل والثوم والفحات نتاعنا، ومن بعد باش نزيد في بلاصه انه نعمل اكثر طماط، انه المره هذه باش نعملوا شطر طماط وشطر كريم فريش. تري بيان، باش جينا صوص غوزي هكاك خفيفه وكل شيء، وفي الاخر بالكل نزيد كعبات النوا اللي هو الزوزه. دونك نكسرهم ونحطهم في وسط. الزوزه باهيه للميموار، بون ماهيش على بوختي دو تو الموند خاطر غاليه شويه، ياخذوا شويه بكل ان توكا. صحيت فريمون شويه، معناتها ثلاثه اربع كعبات بار بيرسون. فوالا، من هنا قاعد نطيب في لي بوم تاعي. في لي بوم. فوالا. يعطيك صحة شيف مروان اليونسي. دونك نرجع لك أنا بعد شوية وقت اللي تزيد تقدم في لي غوسيت، وأنا باش نلتحق مباشرة بضيوفي اليوم. فرحانة برشا وأنه بحذية هي زميلة إعلامية أو هي ممثلة، وهي زيدا كيف كيف مكونة في عالم المسرح وأستاذة مسرح. فرحانة وأنه تجي بحذية اليوم ربيب إسرائيلي. أهلا وسهلا ربيب. عسلامة عفيف، نورتني. يعيشك، مرحبا. ميرسي، قلب على القلب اليوم انا وياك. ايه كل ما تسالني. وان بلوس فما بولونيز بالنوا، معناتها باش نهزك نفرح بيك انا بعد شويه في كوزينتنا بيان سور. والى جنبك ترجع بحضينا في برنامج الويكاند ريم الورغي زميلتنا من فام مغربيين. مرحبا بك ريم. شو احوالك عفيف؟ سافا الحمد لله. لاباس؟ تري بيان الحمد لله. دونك جوست نقولوا للساده المشاهدين وانه مع ريم الورغي بعد شويه باش نحكيوا على العوده المدرسيه. ما باش نحكيوا على العوده المدرسيه، احنا حكينا عليها برشا على خاطر قاعده تصير في ظروف غير طبيعيه. وي. اما سورتو باش نركزوا اللي علاش اليوم صغارنا ولاو ينفروا من القرايه، اسباب النفور المدرسي وكيفاش باش نداويوها، كيفاش نجموا نتصداو له. تري بيان، دونك اقعدوا معنا باش تعرفوا شنو هو اسباب النفور المدرسي، كيفاش نجموا نتعاملوا مع صغيراتنا اللي هكا في فتره ما تجيهم الرغبه وانهم باش يبطلوا القرايه ويهربوا من القرايه. خليني نبدا مع ربيب اسرائيلي. ربيب شفناك في العديد من الاعمال، شفناك في مسلسل نوبه 2 السنه اللي عمل بوليميك كبيره، تنرجعوا نحكيوا على البوليميك هذيا. قبل هذيك شفناك في سلسله دارنانا في دور مختلف تماما، زاد دور جديد على المشاهد، والسلسله بيدها كلها جديده على المشاهد. شفناك في مسرحيه حافظ على النظام، وزاد كيف كيف نعرف علاقتك الكبيره بالمسرح الى جانب تجاربك الاعلاميه. نبداو برمضان، نسيش نبداو بالبوليميك اللي صارت في رمضان من خلال دور اسيا اللي قدمته في مسلسل نوبه 2، وللاسف برشا ناس يحطوا الشخصيه على الانسان بهاللي هك، وكرهوا ربيب على الشخصيه اللي تقوم به. اي بعد كي وفي رمضان وفي الكونفينمون خرجنا شويه للشارع، ساعات قابل عبيد يجوني يحكي شبيك ماكش كيما في التلفزه، هاك ماكمش كيف كيف، ماكش كيما الاخرى يقولوا لي. اي با وي، خاطر هذيك سي ان بيرسوناج تكتب بالطريقه هذيك، تصور بالطريقه هذيك، وانا شخص والشخصيه حاجتين مختلفين. لكن زاد اللي شفناه اللي في رمضان مع تطور العمل وتطور النسق الدرامي وزادت وضحت اكثر الشخصيات، وبرشا ناس تعاطفت مع بعض، فهموا الجانب النفسي، علاش هي هكاك، علاش اسيا
تتصرف بالطريقة هذيك، علاش تحكي بالطريقة هذيك، علاش تمشي بالطريقة هذيك. فهموا اللي معناتها فما تركيب وراه اللي الشخصية بالحق تكتبت بشكل مغاير على السائد على اللي نعرفه. يعني الشخصية جت باش تكسر الاستيريوتيب اللي سنسنا بهم. اكزاكتومون، هوني باش نسألك أنا كتحضر الشخصية مركبة، أولا هذه حاجة مش سهلة، أنه المخرج عبد الحميد بوشناق يختار ربيب السرايري في الدور كيما هذايا، ربيب اللي خلينا نقولوا معناها فينو صغرونا هكايا، دونك سي با لو بروفيل نتاع احنا بالنسبه لينا كنقولوا بوليسه لازمها تكون هكا، عندنا كيما قلت انت ستيريوتيب وانه لازمها تكون خشينه مسكلي كذا، نو سي با لو كا. هو اختيار معناها حب هكا عبد الحميد. وي اللي نعرف اللي عبد الحميد يكتب للممثلين، ووقت اللي كلمني وتقابلنا وحكينا على مشروع نوبة، احنا ديجا قبلها صورنا فيلم مع بعضنا، ان شاء الله قريب يخرج الفيلم فرتات وذهب، واللي باش تكون تجربة حلوة برشا برشا في السينما التونسية، تجربة جديدة. انتو كان راهو شوقنا عبد الحميد على الفرتات وشوقنا وانا نستني. وي فمعليش فمعليش احنا كفريق عمل معناتها كممثلين وتقنيين ونخدموا فيه الفيلم ونستناو فيه وقتاش باش يخرج، على خاطر فريمون سي اون افونتور سي اون اكسبيريونس معناتها في برشا حاجات، وان شاء الله ان شاء الله احنا حاطين لا باغ هكا ان بو ان شاء الله نكونوا في المستوى الانتظارات. دونك خدمنا انا وعبد الحميد، خدمنا بعضنا الفيلم، بو موا سيتي اون اكسبيريونس اكسترا اوردينير دو ترافايي مع عبد الحميد ومع ليكيب هذيك. مع ليكيب اللي ديجا خدمت دشرة جزء منها، وخدمت جزء منها وخدموا نوبة واحد اكزاكتومون. وبعد كلمني على نوبة سنين دور آسيا، ويكلمني في التليفون قال لي دور ليك، كتبته ليك انت اقرا. داكور دونك كتبوا ليك انت. الناس بشكروك معناتها واضح، معناتها عبد الحميد من معناها يا ربيب عبد الحميد حطك في فم مدفع. لانه الدور نتاع اللي تكره احيانا يقعد برشا الممثل مكروه من الناس، احنا ونعرفوا برشا ممثلين اللي مثلوا الادوار الشريره عبر التاريخ. معناها نذكر هكا مثلا المرحوم الطاهر محمود المليجي اللي ادواره الشريره خليت الناس كل تكرهه، ولكن هو مبدع وانسان غايه في الروعه انسانيا. ما خفتش من هالتجربه هذه؟ ما تخاف، هي تخاف من اي تجربه مهما كانت، باش يحبوك ولا باش يكرهوك تخاف، خاطر هل الممثلين يخافوا من الدور نتاع اللي باش يكرهوا المشاهد؟ اي تخاف منه بتتخ اكثر من الادوار الاخرين، على خاطر كما تعرف ديما المتفرج فارس، واللي قاعد قدام التلفزه ساعات انا ممثله معناتها ساعات نقول علاش عمل هكا كون نعرف يمثل معناتها، فما التماهي التماهي هذيك ساعات المشاهد ينسى اللي فما ممثل يحمل شخصية ويحاول انه يوصلها. اما زيدا لو تشالنج ايتي سيدويزون اغراني الحقيقة، معناتها انك تتجاوز الزون دو كونفور نتاعك، تخرج من لي سونتي باتشو، تخرج من الحاجات المستين سهلة ولا المستين ولا اللي انت تعرف روحك كيفاش نجم تعملها، وتجرب حاجة مختلفة ومغايرة تماما. قماشة جديدة. تعرفني انا مهبوله، ما تحب شكون يزغرطني في ودني سهل ياسر معناها باش يزغرطوا لك في ودنك سي. فوالا من اسرار النجاح وهذايا بال يعني كي نرجعوا لاعمال عبد الحميد بوشناق كسوا في مسلسل النوبه واحد واثنين والا دشره، هو التعويل على نسبه كبيره من الممثلين المسرحيين، وهذا خلى الناس وخليني نقولها معناها حتى جماعه الدومين احيانا نتمنى يحشموا شويه على رواحهم، نسيتش خليني نقولها يحشموا شويه على رواحهم، لانه عندنا ممثلين في المسرح هاكم شفتوا كي نعطيهم الادوار في التلفز ونعطيهم الادوار في السينما، شنو الخدمه اللي يعطيوها لنا؟ لانه اليوم تهمشت الحكايه، الناس كل تنجم تولي ممثلين، والناس كل ولو انه فما اللي تلقاه موهوب وهو ماهوش دارس مسرح، ولكن المسرحي حاجه اخرى. بيان سور التكوين الاكاديمي المسرحي مهم، حتى كان مش اكاديمي التكوين في حد ذاته عنده قيمه مهمه. لو تالون سان لا فورماسيون نو فو با غران شوز، اي لا فورماسيون سان لو تالون نو فو ريان دو تو معناتها.
فما ناس متكونه ولكن للاسف ما عندهاش الموهبه نتاع التمثيل الحراره السر كما نقولوا. وفما ناس عندها الموهبه لكن للاسف ما عندهاش التكوين اللي يخلي الموهبه هذيك تتفتق اكثر تكبر تتطور اكثر. دوك هما حاجتين يمشيوا مع بعضهم. التكوين مهم لانه يخليك تمس تقنيات يخليك تمس دي زابروش دي تكنيك دو جو تفهم اللي كل مقام مقام في كل 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 نوعيه نتاع كتيبه ومتاع جونغ عنده التقنيات نتاعو عنده معناتها الخصوصيه في الاداء نتاعو وهذا مهم على الاخر. التكوين زاد يخليك تحل عينك انك تكون متفرج واعي حتى كي تمشي تتفرج في مسرحيه ولا تتفرج في فيلم ولا في عمل تلفزي تتفرج بزوز عينين بعين المتفرج العادي وتتفرج بالعين الاخرى اللي تحاول انها تلقط لي ديتاي لا تكنيسيتي وتنقد روحها زادا اكزاكتومون مهم برشا. دونك التكوين مهم بالحق لانه كي تبدا انت مكون مسرحيا على الاقل كي تتفرج في روحك تنجم تنقد روحك ولكن اذا كان ما عندكش التكوين هذايا باش تتفرج وتجي ما راضي على روحك معني عامل كيف هو الحقيقه وهذا رايي الشخصي يعني معناتها ولا يلزم احدا الممثل اللي يتفرج في روحه ويقول محليني وما شبني وملا خدمه ماذا به بدل القلم على خاطر في اي مهنه انا معاك في هذايا حتى بالنسبه للاعلاميين اكزاكتومون ما تلميني انا تقولوا لي مثلا نبعث جو ستريس وهاي ريم تعرفني توا عندنا عام ونص مع بعضنا وحتى المقربين مني كسوا في التلفزه ولا الاذاعه معناها جو سوي جامي ساتيسفيت في حتى شيء معناها في حتى شيء في ادق تفاصيل نقف عليهم لغالب. وما تحبش كلمات الشكر عارفه لا ما تحبش كون يشكرها لا نحب شكون يقول لي تلوخات تستحق المرايه الصادقه اللي توري لك العيوب الحاجات الباهيه اوكي فوالا نتجاوز نجم نعرفها بوحدي فوالا نطمحوا باش نتحسنوا نطمحوا باش نكونوا احسن من اللي احنا عليه. دونك صعيب برشا باش تلقى ممثل ما عادش الممثلين الكبار الكل كنت تسمعهم كيفاش يحكيوا على خدمهم كنت تسمعهم في لي زانترفيو نتاعهم ولا مره تلقى ممثل من الممثلين العالميين الكبار يقول لك انا راضي على اللي قدمته يحب ديما احسن ديما ينوع ديما يطور في التجربه نتاعو قد ما تكون قاسي مع روحك في الحكم وفي النقد مع روحك قد ما تعطي روحك الفرصه انك تتحسن انك تتطور وتتطور الاخطاء الناس كل تقوم بالاخطاء ولا ممثل خلينا نحكيو هنا على مجال التمثيل ولا ممثل معصوم على الخطا والاخطاء انواع فما اخطاء تقنيه فما اخطاء في الاختيارات فما اخطاء تخرج على نطاقك انت ولكن كممثل تنجم تتحملها ناس كل ترتكب الاخطاء ولكن الاهم الخطا هو شنو نتعلمه بعده هل اني نرتكب الخطا ونقعد غاديكا والا نحاسب روحي ونشوف وين كان الخطا بالضبط ونحاول انه في الاعمال الجايه يكون فما مش تصليح حتى ما يتصلحش ولكن نتجاوز هالاخطاء هذيا اللي شفتها اكزاكتومون هذا اذا كان عندك التكوين تنجم تكون عندك العين الناقده اللي تكون واعيه فين الباهي وين الخايب ولكن اذا كان ما عندكش التكوين ما نعرفش كيفاش باش يكون فما تطور ما تعرفش شيء هاوكا لي كومونتير على الانستغرام والجيمات واللي فيو معناها هذا خليونا مكملين اون في دي كومونتير سو انستغرام وعلى الفيسبوك ميم بور دي برودوي وي وي دونك اليوم شنو وضعيه الفنان الممثل في تونس كي نشوفوا برشا احتجاجات في الفتره الاخيره صعيبة برشا تؤلم الحقيقة صعيبة برشا الحقيقة بالحق نجم نبكي على خاطر عايشت وضعيات نتاع زملاء ممثلين محترفين يقول ممثل محترف معناتها يعيش من الفن نتاعو ممثلين محترفين حالين ديار عندهم عائلات كانوا في مرحلة ما خاصة في مرحلة الكونفينمون غير قادرين انهم يوفروا لقمة العيش لصغارهم لعائلتهم صافي مال صافي تخو حاجه توجع برشا الحقيقه صافي تخو مال شنو باش يعمل؟ شنو باش يعمل؟ منين باش يوكل صغاره؟ كيفاش باش يعيش؟ كيفاش باش يكون فنان ولا غير ولا مش فنان هو مواطن في اخر وهذيك مهنته هذيك رزقه
كيفاش باش نعمل وقت صغارو وقت اللي جات فيروس كورونا وجا الكونفينمون واكثر لي سيكتور اللي ضربوا هما لاندستري كولتوريل معناتها المسارح تسكرت دور العرض تسكرت لي زاتولي دو فورماسيون تسكروا وقف التصوير في السينما في التلفزه العروض المسرحيه وقفت قليل سنه وين تلقى ممثل او فرقه مسرحيه دارت بالعروض المسرحيه نتاعها حسب على الاصابع معناتها يعني تري موفيز سيزون بالنسبه للناس كلها حتى بعض المهرجانات اللي برمجت عروض هم مهرجانات الغات العروض نتاعها نظرا لتطور الحاله الوبائيه الممثل والتقني ما نحكيش كان على الممثلين كهو خاطر المسرحيه فيها كامل سيركل كامل معناها فيها ممثل فيها تقني فيها مخرج فيها الشوفور فيها الماكيوز فيها الكوستوميير ولا كوستوميي معناتها فريق كامل منين كيفاش باش يعيش اليوم للاسف مازال ما عندناش لو ستاتيو دو لارتيست لو ستاتيو دو لارتيست اللي توا اجيال نتاع فنانين في تونس قاعده تضرب عليه بالبنيه على خاطر هذا الحل الوحيد باش الممثل الحقيقه معناها على الاقل في العشر سنين الاخرانيين بعد الثوره قداش حكينا فيه الموضوع هذا ما فهمتش لهالدرجه صعيبه وانه باش نوضحوا لو ستاتيو دو لارتيست معناها في العشر سنين بعد الثوره في العشر سنين هذيا زاده شفنا برشا فنانين اللي هما قدموا ما قدموا للساحه الفنيه في تونس في مختلف المجالات وفي مختلف المستويات وفي الاخر لطف يا ربي معناتها يموتوا شفنا نهايات مؤلمه الحقيقه مؤلمه جدا معناتها ما حشتنيش راهو ما حشتنيش لا بوزره يهزوا بوكيات نوار للفنان وقت اللي يمرض ويشد الفرش لا بفنانين يعملوا كوليكت بعد ولا بتكريم بعد الوفاه احنا اللي حاجتنا انه الفنان يعيش مرتاح عنده الكرامه نتاعو ماهوش خير من المواطنين الاخرين الفنان راه ماهوش خير من المواطنين الاخرين كيف وكيف المواطنين الكل هذا المطلوب لكل مواطن تونسي لكن هو زاد عنده حقوقه للفنان زاد لانه القطاع قطاع هش للاسف الفنان معناتها مشكله انه عنده يعيش هشاشه في التشغيل تشوف بعض العقود ساعات تشوف بعض العقود تقعد باهته معناتها تقول كيفاش فما فنانين ينجموا يرضاو بالعقود هذيا والا بالكاشي هذيا لكن في بعض الاحيان فما ناس ملزوزه باش تخدم هكاك فما ظروف صعيبه برشا اليوم يعيشوا فيها الفنانين ما نحكيوش الناس كي يسمعوني توا يقعدوا مستغربين يقولوا انا نشوف فنانين ومعروفين وتصوروا وكراهم وفياجات يشوفوا كان في الكوتي بلينغ بلينغ والكوتي غلامور والشوبيز مش يتعدوا على الاصابع والله هذوم يتعدوا على الاصابع ولكن الاغلبيه هما في ظروف مختلفه تماما ظروف مزريه مزريه وي. فما فنانين يعيشوا في ظروف مزريه فما فنانين ماتوا ما لقاوش لطف معناتها ما لقاوش شكون يقف معاهم في الساعات الاخيره نتاعهم فما فنانين اللي عطاو كان تدخل فما اسماء معناتها الفونوتيك نتاع الاذاعه الوطنيه معبيه بالاغاني نتاعهم وفي اخر اياماتهم تمرمدوا مساكن فقط لانه هو في وقته ما كانش فما نظام التغطيه الاجتماعيه ولا لانه ما كانش فما الثقافه نتاع التغطيه الاجتماعيه صحيح. كما يلزم وكان فما زاده احاطه بالفنان فما بعض الفنانين مستواهم العلمي ربما محدود ربي اعطاه الموهبه واعطاه الصوت ولا اعطاه التقنيات الفنيه ولكن مستواه العلمي محدود انتو في كل الاحوال حتى بلاد ما تحترم نفسها كما تحترمش فنانيها اذا كان ما تحترمش فنانيها ومثقفيها ربي مازلنا باش نحكيو على المسرح وباش نحكيو على التكوين جانب التكوين في المسرح بعد شويه وايضا الجانب الاعلامي عند رباب السرايلي ما قبل هذيك هيت نمشيو مع ريم الورغي وعندك ما تقول في الموضوع عاد انت عندك عوده مدرسيه سنه اولى دودو سلم عليك برشا برشا دودو نعطيك بوسه بنينه نحبو ياسر ربي يفضله لك ولد ربيب دونك العوده المدرسيه سنه وفما صغار ما يحبوش يقراوا ما يحبوش يرجعوا هي توا قاعده تزيد النسبه وقاعده تولي ظاهره معناها احنا كلنا نحكيو نبداو نحضروا في رواحنا نحكيو على الاوليين نحضروا في رواحنا باش تهز ولدك يقرا شنو معناها؟ معناها تحضر له ادوات وتحضر له تابليت وتختار له مدرسته وكهو باغ كونتخ كي باش نحكيو على العوده باش نحكي على التلامذه نتاع المدرسه والتلامذه نتاع المعهد ثم مشكله
واكيد برشا باش يلقاو رواحهم اليوم يسمعوا معناها يسمعوا فينا يلقاو يتعديوا بالبيريود هذيا اللي الصغير يولي يشكي من برشا امراض نتاع سخانه تقي اوجاع راس اوجاع بطن ما يفهمش علاش ديما يتزامن مع العوده المدرسيه تتزامن نوعيه الامراض هذيا والسبب هو ثم رفض ثم رفض للقرايه من عند الصغار يعني هي اسباب نفسيه تخليها تخرج على الجسم كأنه مريض هو رفض هو حالة رفض دونك نفسية وعقلية كي سومانيفيست بالأمراض الجسدية اللي هما اسانسيلمون تلقى الصغير تطلع له السخانة تلقى عنده برشا وجاع متاع كرشه ومتاع راسه وعنده التقيؤ يبيتر معناها ردين وكل هذيك راهو ماهوش مريض حتى كي تهزوا للطبيب يلقى ما هو عنده حتى شيء وانما هو في حاله رفض خاطر ما ردوا بينا على خاطر فما غاسترو وزيد كيف قاعده الدور دونك ردوا بينا في كل الاحوال نهزوا للطبيب ونثبتوا كيف تلقى ما عنده حتى شيء والا ترجع له تعرف اللي هو وخاصه توا متزامنه مع العوده المدرسيه هذيا رفض انه يقرا ما يحبش يرجع يقرا هذيا عند تلامذة صغار في المكتب في المعهد ثم تصرفات اخرى اللي هو لو ديزانتيغي معناها ما عادش مهتمين بال علاقة التلميذ بالقراية تبدلت ما همش في علاقة طيبة مع القراية هو معناه سي بلوتو سوسيال حاجة اجتماعية ثم عودة لازم يمشي للمكتب ولا يمشي للمعهد ما هوش ماشي باش يقرأ ولكنه قاعد يقوم بوظيفة اجتماعية باش ما يخرجش على السائل لازم عليه باش يمشي وكهو أما كان جي تتفقده في قرارة نفسه أتو تلقى عنده اختيارات أخرى بي احنا حابين نشوفوا الأسباب على خطر هذية بعد كيفاش يظهر أولا بالقراية في النتائج اللي هما قاعدين يتيحوا قاعدين معناها ندخلوا في دي كونفلي مع صغارنا في جرة النتائج والحاجه الثانيه اللي اكبر شويه في المعاهد يولي عندهم دوتر براتيك ما نحشموش كي نقولوهم على خاطرهم موجودين ثم التغيب المدرسي اللي هو يمشي باش يقرا لوالديه ولكن هو ما يدخلش في المكتب ويعمل وثم زيدا توصل حتى الى تعاطي بعض المخدرات والكل واللي هي ولات حاجه ياسر الحقيقه ظاهره منتشره بصفه كبيره برشا في صفوف المعاهد وحتى المدارس الاساسيه خلينا نقولوها معناها مش لي بارون يزيدوا يردوا بالهم اكثر على صغارهم ويتبعوهم حتى في سلوكهم وكيفاش تنجم السلوكيات نتاعهم تتبدل مثالش معناها بوزي فو لا كيسيون ينجم يكون راهو واحد من اولادك قاعد للاسف يتعاطى في حاجه أي. واللي هي عفيف توا للدراسات واللي شيخ يقولوا اللي هو في جميع الشرائح الاجتماعيه صحيح. معناها ماهيش مربوطه لا بجهه فقيره ولا اي مالوغوزمون معناها المعاهد على غالب دوك احنا حبينا نشوفوا علاش شنو اللي خلينا اليوم نوصلوا للعلاقه هذه العلاقه غير السويه مع القرايه اللي هما اربع اسباب معناها يتحطوا كلهم في اربع نقاط النقطه الاولى واللي كلنا نعرفوها وكلنا عايشينها هي التعاطي المفرد للاجهزه الذكيه معناها حالات الادمان علاش شوف وقت اللي نحن نقولوا راهو الصغير مش باهيله باش يستعمل برشا الاجهزه الذكيه التليفون والتابليت ايتو مش على خاطر قاعده وكهو وانما على خاطر هكا لو موند فيرتوييل اللي يعيش فيه العالم الخيالي وهو طفل صغير يخلي له مشكله باش يرجع من بعد للعالم الحقيقي مش راهو صعيب ياسر على طفل صغير انه بفلسه يطير وبفلسة يمشي مئات الكيلومترات ويبدل الألوان وبعد ترجعه تلقاه معناها باش يعمل كيلومتر محدود باش يرفض ذاك العالم هذاك يولي يهرب للعالم الفيرتوال بربي هوني من جوست قوس صغير خاطر حتى المدرسه نتاعنا يلزمها تتطور امان معناها نشوفوا في العالم اجمع في العالم ولاو لي زيكرون ولاو البروجيكسيون ولاو يعتمدوا ياسر على الملتي ميديا في الاساليب التعليميه نتاعهم دونك الصغير ما يبعدش ياسر على العالم نتاع الاورديناتور والبلاي والتليفونات والسمارت فون والحاجات تمشي له العالم تعود تجيبوا العالم تمشي له العالم تمشي له في الدراسه زاده للتقنيات الحديثه هذيا مش نكون هنا في العالم هذيك نلقى روحي صبوره وتاكيدا لقولك عفيف كان لقيتها تاكيدا لقولك انا نقولوا ما عندهمش لي مويان باش يشريو سي ان فو بروبليم والله سمعت ملاحظه كيلكو بار قال لك تجي تعمل معناها تجمع قداش تتكلف كرتابه التلميذ اليوم تلقاها 600 و700 دينار اللي هي في حق التابليت ولا حق دونك ممكنه عمليه انك تطور طرق وتقنيات التدريس ممكنه سوني با دو تو مشكله نتاع فلوس
دونك هذا السبب الاولاني. السبب الثاني هو الضغط اللي قاعدين يمارسوا فيه الاولياء بطريقه لا واعيه على اولادهم، على خاطر اليوم لي بارون دون مانيير انكونسيونت بطريقه غير واعيه الاولياء الكل يحبوا اولادهم يجيوا الاولانيين. مثلا بينا كان عندنا قسم فيه العباد الكل جايين الاولانيين، الامتياز. ايه الناس الكل تحب على الامتياز، وماهوش الامتياز الامتياز باهي وقت اللي يبدا امتياز معرفي، وقت اللي تقرب لكدا وتكون احسن واحد يقرا، مش الامتياز التفاضلي انك تجي الاول وتجي خير من هذاك وتسبق هذاك. نحن قاعدين نمارسوا على صغارنا في اكلي لازمك في سباق وانت لازمك تجي الاول، دونك هو الطفل ديما يحب يكون عند حسن ظن والديه. دونك ثم ان ستريس قاعد يمارس عليه، ثم ضغط خاطرو ما نجموش عندك قسم في 20 ولا 30. دونك ديكو كي ما ينجمش يولي هذاك يولي له رفض مصدر نتاع ضغط، دونك هو يحاول يبعد عليه. النقطة الثالثة هي تراجع الطموح الاجتماعي، يعني أنا نحن تربينا أنه القراية هي المصدر الأولاني نتاع الصعود في السلم الاجتماعي، معناها والدينا يقولوا لنا اقرا على روحك باش تطلع حاجة باهية ولي عندك برشا فلوس. اليوم وقت اللي الطفل يشوف اللونتوغ نتاعو يشوف في نسب البيتال ما عادش عنده ثقه انه القرايه هي اللي باش توصله باش يكون في مرتبه اجتماعيه باهيه، وثم ويلقى اون باراليل حاجات اللي توصل فيس على الشهره وتوصل فيس على الفلوس. يلقى دونك دي موديل غالطين للاسف، واللي هذوما ديما نحكيو عليهم اللي ولاو ياثروا على المجتمع برشا. واللي اسهل عافيه اسهل القرايه تطلب منك مجهود، ما نجموش يكونوا هذوك هما لي موديل سويفغ، معناها هذوك حاجات هكا واحد على درجة قداش من 100,000 يصير معها هذايا. الكل يكونوا هكاك. زاد حاجة مهمة برشا، وقت اللي التلميذ يشوف معلم ولا أستاذه اللي نورمالمون هو في أهم مرتبة يشوفه، معناها ماديا يشوفه مضطر باش يمشي يخدم خدمة أخرى على خاطر ما يخلطش يغطي أساسياته، دونك يعرف اللي ماهيش القراية هي اللي توصل يولي ينفر يولي ما عادش. والنقطة الأخرانية هي لا كوميونيكاسيون اللي احنا ديما ننساوها، طريقة التواصل نتاعنا مع أبنائنا ما لازمناش نبعدوا ياسر، نقربوا اكثر اولا لصغارنا في التواصل معاهم، ولازمنا نعتمدوا على عبارات ايجابيه، مش انت ما تقراش، انت ما تحبش القرايه، انت قاعد انت تبرمج فيه. انت منك ربي، انت لو كانش تعملها كيف فما كلام خايب برشا راهو خايب قاعد يحط من داخل. ساعات نسمعينا دي باغون مثقفين معناها ودان سيغتان نيفو وكل، كيفاش يحكيوا مع صغارهم هكاك نبهت. يغيب عليهم عفيف اللي هذيك برمجه، كي نحكيوا على البرمجه اللغويه العصبيه البي ان ال، هي برمجه قاعد تبرمج في صغيرك على الفشل في عوض تبرمجه على النجاح. دونك اذا كان انت خرجت من عندك عبارات سلبيه وديجا برمجته على الفشل، ما تقولش غدوه شبيه ما ينجحش ولا شبيه نافر من القرايه ينفر، على خاطر كل ما هو قرايه باش يذكروا بك العبارات السلبيه. نردوا بالنا ونقربوا اكثر لصغارنا. لصغارنا يعطيك الصحه، ميرسي بوكو ريم الورغي. نذكركم وانه اذا كان ما خلطوش علينا من الاول توت لي فيديو تلقاوهم على صفحه قناه التاسعه على الفيسبوك. فقره جديده تدخل معنا ابتداء من حلقه اليوم، في كل حلقه من برنامج الويكاند دقيقه واحده باش نعملوا كتاب في دقيقه، تحاولوا باش نوصلوا لكم كل مره ملخص نتاع كتاب من الكتب. بما انه حكينا على العوده المدرسيه وحكينا على الصغيرات، باش نحكي لكم على كتاب الامير الصغرون اللي تنشر في اكثر من 300 لغه، هكا يكون اكثر كتاب مترجم في العالم. الامير الصغرون الكتاب اللي تكتب بلغه الصغار باش ينجموا يفهموه الكبار. الامير الصغير هو عمل الانطوان دو سانت إكزوبيري، صدر بالأساس باللغة الفرنسية، وهو أشهر كتاب الأنطوان، تنشر عام 1943 في نيويورك بالتزامن مع ترجمته بالإنجليزية. هو عمل شعري وفلسفي مستوحى من قصة أطفال. الأمير الصغرون خرج اليوم دونك تلقاوه عن دار بوب ليبريس للنشر، وموجود على موقع سيريس بوك شوب باللهجة الدارجة. تعرفوا الكتاب هذا يا ربيبة؟ نعرف النسخة الفرنسية، ويظهر لي نعرف النسخة الدارجة لديال بوسيلمي. ديال بوسيلمي هو اللي اسمه الأمير الصغرون. ديال بوسيلمي اللي كانت عنده برشا ترجمات محلاها، لترجم مذكرات الشابي، لترجم جبران خليل جبران، وبلومه مزيانه برشا، ننصحكم باش تقراوها. فوالا اديكوفغير دونك اديكوفغير بالنسبه للصغيرات. كانت هذه كتاب في دقيقه. ميرسي بوكو ريم ورغي، يعطيك الصحه. ربيبه نمشيو الكوجينه تو سويت. يلا تو سويت، تفضل معايا الكوجينه، خلينا نشوفوا وين وصل في التطيب في لي روسيت نتاعنا. عايشه في عنا ضيف راه اليوم. انا هاني
شديد بلاستي فوالا دونك تنجم تجيب حذايا ادخل ادخل ربي دونك وين وصلنا شيف مروان توا مازلت كي كملت الصوص دونك زدت لها الكريم وخليتها عملت ريدكسيون دونك نقصت ولات خاثره وكل شيء دونك ذوقنا ذوقوا ضيفتنا تعطينا رايها انا جايه باش نذوق مرحبا بك منوره الكوزينة ربيب وعطينا رايك بصراحه الحقيقه شيف مروان ديما راهو لي غوسيت نتاعو غابيد وخفيف وسهلين وبني منين فوالا دونك هذوما لي بات Donc les pâtes le mélange crème fraîche viande hachée ou noix et les tomates concentrées là où double concentré ta sika donc نعاود نفكر انا merci نعيشك donc نعاود نفكر انا بديت به الصوص donc كي قليت اللحم والبصل والثوم دونك زدت التومات كونسونطري ديما جو بريفير نو تومات كونسونطري نتاع سيكا نحطها من الاول هكاك اللحم ميل سامبريني من المطعم نتاعها وكل شيء دونك وتوا نكملوا نخلطوها دونك بعد ما صمت المقرونه خذينا احنا السباغيتي بيو نتاع ورده بيو اورجانيك حاجه باهيه هذايا دونك نعاود نوريكم ونزيد نوريك المقرونه دونك كان شفت الكولور نتاعها اي وفريمون توا ذقت راهو الي تري ليجير معناتها Non, je ne sais pas si je suis Tu sens la différence. Tu sens la différence. Tu sens la différence. Sahi. Tu sens la différence. Je 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 sens la دونك ومن الكوتي الاخر بالنسبه للميفيز نتاعنا دونك انا زدت قدمت فما وحدين عملت لهم لي بيبي تاع شوكولا بالنسبه للي هذوما حطيت لهم لي دو سيرو هذوما تري بيان دونك شفتو معنا لي غو ديفيرون فوالا ومن بعد كوتي بي للصغار تاع سي سا لو كونسيبت ومن بعد لهنا حطيت لي بوم غوتي هذوما دونك باش نخليهم هذوما بوم هذوما فرومبواز كيوي وهذوما بيبيت دو شوكولا دونك دودو مثلا انا يقرا كل نهار حط له حاجه نوع فكره بالحق فكره سورتو توا ولو باكي ولو باكي الواحد يعمل لك هذوما الكلهم دونك يعمل لك 12 بورسيون داكور جوست لو فور 180 دوغري 20 مينوت سوني با ماجيك معناتها سوني با اسهل من هكا ما فماش سينو بالنسبه للتكوين المسرحي حاجه صعيبه حاجه سهله انت مكونه ورجعت للورشات توا نتاع المسرح سي لا سيزون الناس الكل تحب المسرح وي كبار وصغار يحبوا المسرح الناس الكل تحب المسرح والناس الكل مرحبا بها في ورشات التكوين المسرحي على خاطر هذه ورشات مفتوحه للجميع فما ناس يقولوا ما نحبش تولي ممثل راهو ماكش باش تولي ممثل فورسيمون نجم هذا يعطيك الشاهيه باش من بعد تزيد تغمق اكثر في التكوين وتعمل التكوين باش تولي ممثل بالحق لكن التكوين نلقاوه في الورشات المسرحيه والتكوين c'est une initiation au théâtre معناتها نخليو الناس تكتشف عالم المسرح c'est une leçon de vie زيد معناها حاجه c'est la découverte de soi voilà. على خاطر نكتشفوا روحنا من خلال الابروش تياترال المسرح ابو الفنون ماهوش مش كلمه وتقال صحيح المسرح فيه البدن يخدم فيه المخ يخدم فيه المشاعر الاحاسيس نتعرفوا على ناس اخرين نخرجوا من الزون دو كونفور نتاعنا نخرجوا من التيميديتي الناس اللي عندها مشاكل نتاع كوميونيكاسيون الناس اللي بتات تتخنق حتى من الروتين العادي اليومي اللي قاعد يتكرر صحيح وانه الفتره الاولانيه نتاع التعليم تكون نفسانيا صعيبه على اللي قاعد يتكون ممكن فما هو راهو ما فماش ان بروفيل نتاع متكون مش صعيبه مش صعيبه في لابرونتيساج ولكن بالنسبه لنفسيته هو بتيتر يبدا يكتشف في دي ما يعرفهمش في يتجاوز العقد اللي خلاهم فينا المجتمع والثقافه بالضبط. ما تحكيش بالقوي اقف بطريقه معينه انت مراه لازمك تمشي دراكي فيش وانت راجل لازمك تمشي دراكي وبدنك وش يقولوا الناس عليك هذوما كل عقد ورواسب يقعدوا فينا مش بالسهل اننا نتجاوزوهم فما برشا ناس يجيو لي زاتولي دو تياتر افكتيفمون باش يتخلصوا من الرواسب هذيا يلقاهم ساعات يكونوا عوائق نتاع تواصل في المجتمع حتى في خدمته حتى في مع انتوراج فما ناس يجيونا في لي زاتولي معناتها سي دي شيف دونتربريز سي دي ميدسان سي دي بروف سي دي افوكا سي معناتها عباد اللي عندهم مسؤوليات كبيره ويقول لك انا اليوم عندي مشكله نتاع تواصل مع الناس ما نعرفش كيفاش نمشي للعباد كيفاش نعبر على فكرتي
المسرح يعطينا القدره هذيا باش ننميو لي سكيلز التقنيات نتاع التواصل نتاعنا بطريقه لوديك طريفه معناتها علم الاطفال وهم يلعبون حتى الكبار علمهم هم يلعبون هكاك يزينا من السيريو ومن الستريس الكوتيدياني قاعدين عايشينه دونك اليوم انا نجم في العمر هذيا نحب نتعلم مسرح ونحب ندخل ورشه من الورشات هذه وانا مش في طموحي اني نكون ممثله دونك نجم نجي من اي مجال واي عمر من 6 سنين حتى الى ما لا نهايه ما فماش معناتها ليميت داج مادامك تتحرك تتنفس وعندك فريمون الرغبه انك تجرب انك تمس اش معناتها لا براتيك تياترال اي جو مرحبا بكم في الريو ستوديو وسنا في الريو ستوديو فما برشا مكونين فريمون معناتها فرحانين برشا موجودين تلقاو ربيب تلقاو عبد المنعم شويات اللي عنده لاتولي بور انفون سلموا عليه برشا وفي طبوبي زاده اللي هي من احسن الممثلات والمخرجات اللي عندنا في المسرح التونسي اذا كان تحبوا تختاروا اون اوتر اكتيفيتي ولا اون اوتر ديسيبلين فما لاتولي دي زار دو سيرك فنون السيرك باش تتعلم هذه عاد لازمها مقاييس معينه والله المقياس الوحيد المقياس الوحيد سي لا فولونتي تحب ولا ما تحبش فما القلايب ولا ما فماش تصورني انا ماشيه هكايا بكيلواتي هذوما نتعلم في فنون السيرك ملا نستدعاك باش تمشي تتفرج تحب تحط تتفرج في السيرك دو سولي بالحق هو يعطي درس لبرشا ناس كان تفرجوا في السيرك دو سولي ونشوفوا لي زارتيست دو سيرك اللي فما من العالم الكل فما عباد ما تنجمش تتصور انه ينجم يتكربس سواء تلقاه واقف على الفيلمو معناتها الخفه ما عندها حتى علاقه بالبدن اديكوفغيغ اديكوفغيغ الرقص الشرقي زاد مع ناديا سايجي هذا ينجح يهمك الرقص الشرقي مع ناديا سايجي دونك سي سيني تياتر لو ريو موجودين في قلب العاصمه ورا ورا اوتيل لافريكا معروفه سيني تياتر لو ريو تجيو تكتشفوا الفضاء اللي عندنا سينو فما باج فيسبوك دونك بور توت لي انفورماسيون نوعوا شويه سوفون خاصه في الفتره هذه الاخرانيه معناها عايشين الحقيقه شويه ديبرسيون كوليكتيف في العالم اجمع مش كان في تونس دي كلوب كيما هكايا يخليونا نكسروا الريتم اليومي نتاعنا ونتفرهدوا ونعملوا ديفولمون ونتعلموا زاد برشا حاجات. وحاجه اخيره لي كلوب هذوما لي كلوب دو فورماسيون هذوما زاد سي اون سورت دو ريزيستانس. يلزمنا اليوم نقاوموا الاوضاع الاستثنائيه اللي احنا فيها، كان باش نكتفوا يدينا ونسكروا كل شيء تنتهي الحياه، بالعكس الحياه تستمر، نتاقلموا مع الاوضاع، اون ابخي لي ميزور دو سانيتير الكل نحاولوا لو ماكسيموم ان نحترموها. ونتأقلم كما قلت لك الأوضاع تمشي وتتبدل معناتها كل يوم ماهوش كل يوم مختلف عن النهار اللي قبله واللي بعده الحياة ما تقفش بالعكس يجيو أشطحوا مثلوا عملوا سيرك يجيو نعيشوا مع بعض بدلوا الجو يعطيك الصحة ربيب فرحت برشا وأنك جيت بحذينا اليوم في الويكاند نتمنى لك كل النجاح وإن شاء الله نشوفك بيانتو دونك يخرج الفيلم وقتاش باش يخرج الفيلم فرتاتو ذهب 2021 نتصور بداية العام 2021 فرطتو ذهب اخراج عبد الحميد بوشناق واخر وثلة من خيرة الممثلين المسرحيين وغيرهم اللي بيكونوا موجودين في الفيلم هذية نورتنا برشا ميرسي ميرسي بوكو ربيب اسرائيلي انتم اقعدوا معنا في المشاهدة فاصل قصير وراجعين لكم مرحبا بكم من جديد رجعنا لكم بيان سور وسعداء برشا وانه في الحلقه الاولانيه من هذا الموسم الجديد من برنامج الويكاند تكون حاضره معنا مدام مونيا غزيل ولي برودوي بيموغ الطبيعي وما ادراك ما بيموغ الطبيعي مرحبا بكم مدام مونيا مرحبا بكم مرحبا بالكيب الكل انا زاده فرحانه اللي رجعنا التلفزه خلت عليا بلاصه يعيشك مرحبا بك منورتنا بيان سور ترتيحه في الصيف من التلفزه ولكن برشا خدمه على خاطر في الصيف ما نجموش نستغناو على بوكو دو برودوي ودو اليوم باش نحكيو على حاجه مهمه برشا اللي يسالوا عليها نساو رجال الحقيقه كل ما يهم لي سوا نتاع الشعر عندنا تساقط الشعر عندنا تقصف الشعر عندنا الشعر يتهلك بالبحر بالشمس باللي برودوي شيميك بالصبيغ باللي ماشي برشا حاجات اون توكا ينجموا يهلكوا الشعر الناس تعرف واللي تبعونا في الويكاند عم ناول ولا يتابعوا فيه على انستغرام يعرفوا انه انا عم ناول كنت نخدم ديما باللي بيروك علاش على خاطرني كنت
نصلح في شعري ونداوي في شعري على خاطر تاح برشا وتكسر برشا. دونك استعملت برشا دوايات واستعملت سورتو برشا زيوت من عندك. استعملت زيت الحريقه واستعملت لي سوان سوان شوفو هذيك اللي من غادي وبيان سور السيروم هذيك لازم منه موجود. والحمد لله يا ربي هاكم قاعدين تشوفوا في شعري اونفان خاطر باقي يسالوا فيا على شعري الحمد لله. دونك مشكله الشعر اليوم بالنسبه للناس الكل ياسر يجيو اسئله فيما يخص تساقط الشعر ماني. ساعه انا باش نحكي على زيت الحريقه اللي عفاف. انا الاولى اللي خرجت زيت الحريقه ممكن عنده 10 سنين ولا اكثر. زيت الحريقه هو ماهوش اسمه زيت الحريقه، راه هو ماهوش فيه حريقه اكاهو، فيه بوكو دو فيتامين، فيه سبيرولين وفيه المورينجا، فيه دي زوتر بيان سور دي فيتامين اللي تو نشوفوا لي كام تاع العباد معناها اللي تجينا بلاش شعر كومبليتمون ومعناها الشعر اللي مثلا مش يطلع تصير لهم كام تاع الثعلبه ولا الصلع ولا معناها هذاك الكل اللي يتخدم معاه. هو ثم لي سوان تشوفو اللي ثم نوا كوكو ثم زاد دي فيتامين راهو ما يغذيو الشعر كان هما لي بلانت. عندنا دي بلانت احنا لقينا بلانت اللي تخلصوا من هذا الكل. وثم اللي هي السيروم اللي معمول بزريعه الكتان وفيه الفيتامين او اللي تريز افيكاس للشعر. ومع هذا نعملوا كومبليمون اللي نعطيو معاه يا المورينجا زاده مش مورينجا اكاهو فيها ميلانج نتاع اللي انت اخذيت منه عفاف فيها 360 اليمون والا نعطيو جانسين. انتو كاو مازلت مكمله خاطر باش نقولوا للناس وانه راهو تو سكي برودوي ناتوريل يلزمك توسع بالك exactly. ياخذ برشا وقت دونك انا عندي تقريبا اكثر من عام معناها نستعمل فيهم هذوما كلهم فوالا دونك نوسعوا بالنا مي اون اي سور اللي باش نلقاو نتيجه باهيه برشا. وحاجه اخرى بالنسبه للزيوت مانيا ظهر باش نتكلم اكثر منك انا اليوم خاطر استعملته دو بريفيرونس تغسل شعرك قبل باش لي بور يتحلوا ومن بعدك تعمل الزيوت هذوما تقعد بهم بيان سور مينيموم ساعتين ساعتين ونص حتى ثلاثه سوايع مساج ومن بعد تغسل شعرك. معناها مش تخلي شعرك مسخ وتعمل بان دويت ومن بعد تغسله. هو على خاطر كي تصير تعمل الزيت على شعر مسخ لي بور يبداوا مسدودين دونك تحط الزيت الشعر الي توف وتطيح كي يبدا شعر ولي فيتامين ما يدخلوش فوالا وكي يبدا شعر نظيف يبداوا لي بور محلولين دونك في الشعر يعمل بينيتراسيون في لي بور والشعر تنبت وتطلع. انا اتحدى على خاطر انا وقت عملت الشيميوثيرابي كل 21 يوم نمشي للدكتور بوسن شعري كي طنطان طالع يقول لي اش قاعده تعملي؟ يبدا يفدلك معايا ونقول له لي بلانت معناها. واحنا كي جينا حريف مش معناها تشري دبوزه وتتعدى تقول اكهو، راهو كي جينا حريف اللي هو ما عنده شو دو شوفو ولا الصلع والا الثعلبه نشوفه فيش كليون ونعطيه على القليله تريتمون تاع معناها ياخذ وقت تاع توا ينجموا يعديونا تصور ويشوفوا العباد كيفاش كانت وكيفاش ولات من الصغار للكبار والحمد لله. فوالا هاو قاعدين نشوفوا في كيلكو فوتو اونتخ تو معنا تليفون ناخذوا معنا مكالمه. الو على السلامه. الو الو مرحبا بيك. بيك عايشك على السلامه. شكون معنا للا؟ ام يسار. شنو الاسم؟ الو ام يسار ما ام البنيه كان يعجبني. ام يسار مرحبا بيك. وبيك عايش. لو كنت تقول لنا شنو تجربتك مع لي برودوي بيموغ الطبيعي شنو استعملت وشنو كانت النتيجه؟ هذه يا بنت هذه والله عطتني دوي عام والحمد لله يا ربي ودرت الطب الكل درتهم عزامه وطب شويه على بنتي اكثر ما تصوري بالك. او شعرك بارك الله. شديت مع الدواء نتاع منيا غزير الله يرحم والديها. عشيب. الله يرحم والديها. الله يبارك لها في صحتها. يا عايشة. الحمد لله. دونك توا بنتك رجع شعرها تعبى كما شفنا في في الصور. قديش قعدت تستعمل في الاعشاب في الزيوت؟ عام. فوالا هذا اللي اكدنا عليه. الحمد لله عليها. الحمد لله عليها ومرحبا بيك وجيبها لنا حتى كانت طلع شعرها وكعندها من عندي انا كادو نتاع السيروم مش ما يقعدش شعرها منتش هكاك يبدا شعرها تعمل لها نكته على شعرها نظيف ومبلول يقعد شعرها ارتب دونك عندك كادو من عندنا يجي يهزو من منزا سانك ناشخو لها في راشيد جينيو اللي تعرف المقر. مرحبا بيك مدام في كل وقت.
بارك الله فيك ويعيشك وكثر خيرك. يعيشك. يعطيك الصحة، شكرا لك على التيمونياج. فوالا دونك أنا شفنا قدام عينينا البنية الصغرونة هذه كيفاش شعرها كان فرغ وكان طايح والحمد لله وبود عام تعبى. لي برودوي الطبيعيين يلزمهم وقت. هذايا ديجا عفيف، هي جات بلاش شعرها، هذايا ديجا بعد ثلاثة أشهر. الحمد لله. وبعد عام معناها شعرها توا لاباس، طلع ولاباس. خذيت المورينغا وخذيت الاختي دونك انا ما نحبش باش تقعد هكاك شعر منتش، خاطر البارح ونعطوني البنات تصاور لي زاسيستون دونك تجي تاخذ كادو السيروم. السيروم هذاك بيان سور تستعملوا ديما هي يقعد شعرها ديما ارتب. تري بيان. انا نحب نسالك اليوم الحقيقة، ولينا نلقاو لي برودوي انواع واشكال على الفيسبوك. انا والله نبدا نتفرج نشوف مصدومة ونشوف لي كومونتير ونشوف العبيد ونبدا خايفة ساعات نقول يا ربي ندخل ننصحهم يا ربي، بعد يقول لك فك عليا اش دخلني هالمداخل هذوما. بالحق اليوم واحد لازم يرد باله شنو البرودوي اللي يشريه. احنا كي نحكيو على بيموك الطبيعي رانا نحكيو على ان دي برودوي ليدر في المارشي التونسي اللي خرج حتى للخارج، مشى للخليج، مشى لدبي، مشى لمونريال، سي دي برودوي اللي مرخصين من وزارة الصحة، اللي مراقبة ديما موجودة فيهم، معناها كي باش نستعملهم ما عندي من شنو الخاص. وشركة ودخل المعرض الدولي نتاع الفلاحة نتاع فرنسا، ودخل الفلاحة نتاع دبي، معناها الحمد لله يا ربي لي برودوي نتاعنا احنا راهو كي تمشي مثلا مش تاخذ علاش تو تقول لك جربت، أنت كي تاخذ دبوزة بركة نتاع برودوي ما تعمل لك حتى شيء، معناها احنا كي نجيو نعينوا ونشوفوا الشعرة وين واصلة وقتها باش نجمو نقاومو ونعطيو يعني كابخكا كل واحد كي يجي سولون كا نتاعو وتقول له باش نجمو احنا نقاومو ونعطيو هالتريتمون لي اسيستونت فورمي بور سا يخذوا للكليون هذا ولا على البرص ولا اي برودوي ولا الصدفيه ولا ليتاش ولا لي غيد اي حاجه ياخذوها يلزم. ناخذوا تليفون واحد اخر معنا. الو الو عسلامه مرحبا. عايش مرحبا بيك. عايش شكون معنا؟ كلثوم. شكون؟ كلثوم. كلثوم منين تكلم فينا كلثوم؟ من ولاية تطاوين. من ولاية تطاوين، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين الكل في ولاية تطاوين. كلثوم شنو استعملت من لي برودوي بيموك الطبيعي؟ استعملت نبتة المورينجا وزيت الحريقة. وزيت الحريقة، دونك أنت زادة كنت تعاني من تساقط الشعر ولا ثعلبة ولا شنو عندك؟ من الثعلبة. من الثعلبة. قداش قعدت تستعمل فيه؟ أنا وفيت كيس بيبيا في التريتمون. إي؟ قعدت شهرين. عندك شهرين، بديت تشوف في نتيجة؟ وي، استعملت من قبل البريود نتاع الكورونا وما شفتش. وقصت. وقصت. سؤال عندها. إي. سؤال عطيه نتيجة كمان. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله عليك. دونك المهم انه لازمها تواصل تكمل التريتمون نتاعها. التصويره ما تعدتش توا نحاولوا غدوه نحطوها. بون هي مش قصت راهي على خاطر لي مويان والكل، دونك كي جيت عطيتها انا تريتمون بوغ دو موا على خاطر انا ما نحبش صبيه ولا صغيره ولا هكا جايه من بعيد وجايه من بعيد والكل. قلت لها حتى كان تبدا معناها اللي نجم نعاون نعاون، اللي ما نجموش معناها مش جو با ايدي تو الموند. احنا عندنا شركه وعندنا مصاريف وعندنا حاجات، فهمت؟ دونك اللي نجموا نعاونوه نعاونوه. هنا ما رجعتهاش وعطيتها تريتمون خليها تكمل، اما بالحق شعرها بدا يطلع والحمد لله. الحمد لله. دونك شهرين هذوما في شهرين بدا قاعد يطلع تكمل التريتمون نتاعها، اكيد ان شاء الله باش يكمل يطلع شعرها الكل. دونك منيا خلينا ناكدوا وانه فرق بعيد ما بين واحد لي برودوي نتاعو من اللي بدا البدايات نتاع مونيا غزايل لي بلانت والزيوت هذوما تعرفهم بالضبط شنو اللي فيها تعصر ومعناها باش تعصر وتحط ثم بروميير ماتيغ كي كوت تري شيغ اللي هي باش تحطها في لي برودوي. انا تو غدوه نجيب لكم الليكيد دور معناها اللي مازال ما ثماش معناها جبناه جديد حطيناه في لي زونتيغيد، معناها كنا نخدموا تو غدوه نوريهم الباد دور ونوريهم الليكيد دور اللي احنا قاعدين نحطوا فيه في لي زونتيغيد الكل. والحمد لله معناها ديما ثم تقدم ديما ثم تحسن في المنتوجات نتاعنا اللي عملنا زاده جديد، عملنا ليكرون توا للشعر
عملنا كي تحب تسمن بعد مرات تلقى الساقين ضعاف ولا اللي جين ولا من فوق المناطق اللي نحسن كيف كيف تنجم تسمنهم بالمنتوج يسمن السبراي جدد زادة متاع الوجه عملنا جدران سميته جدران عفيف اللي انت تو ما بروبوزي عليه عملنا جدران ناتوريل. انا عندي حاجات نحبهم عربي على غالب معناها استنستا كيكا الزيوت ولا جدران جدران احنا عملناه جست قاعدين نستناو في ليزيتيكيت باش يخرج ان توكا جدران افي 48 اور وهذايا انا تحسب بالصابون وتدير به تقعد نهار كامل ريحتك فوالا باهي ناخذوا تليفون واحد اخر الو الو عسلام مرحبا سيدي مرحبا عايشك شكون معانا فايسل فايسل معك سي فايسل اي منين تكلم فينا ما بن عروس ولايه بن عروس مرياك مرحبا بك مرحبا بالمشاهدين الكل في ولايه بن عروس قل لي خويا فايسل شو استعملت من لي برودوي بي موك الطبيعي والله استعملت حكايه ثلاث شهور مشيت قبل انا للدبة اي مشيت المدام منير دايل صراحه يعطيها الصحه ويرحم والديها في ثلاث شهور رجع شعري كما كان بابي سامحني سي هو هذا يا سي فايسل كي جينا جينا بلا شعر وانا ما ريتوش بالكل البنات صوروه جاي اليوم مش عاود كمل خذا الختمه نتاعو خاطر قلنا له على عام كي جاي اليوم البنات فرحوا برشا وقالوا له راك باش تعمل تيمونياج وصوروا له شعره اللي هو كان شعره بلاش او توا شعره طلع والحمد لله المهم انت فرحان وهكا النتيجه في 3 موا اما تكمل التريتمون نتاعك حتى يكمل يطلع الكل ريت هو بدا يطلع من التالي من التالي قدام هكا هذيك الفرغه هذيك راهو الكل فارغ كي الفرغه هذيك باش يرجع يتعب يرجع الكل ويتلم حتى يتعب بركاله ديجا الريزولتا ات اكسيلون يعطيك صحه الخويا فايسل دونك كيما قالت لك مدام مونيا لازمك تكمل راهو التريتمون باش يكمل يتعب كله نعاشك يا هم وديكم يا سي فايسل شكرا لك على التيموانياج نتاعك مهم وانه في حالات كيما هكا خاصه بالنسبه للرجال يبداو من الاول معناها الرجل اول ما يبدا يحس فراغات ويحس في شعره بدا يتساقط ماذا به يلقفوا من الاول انا كي يجي نخزر له ولا البنات مثلا ثم دي فوا لهنا شعرك اصل الفارغ نقول له راهوني ماهوش باش يطلع اي يقول كله من هنا ما يطلعش هذا كله يتعب بالك هو تبارك الله جاي بلاش شعر كاريمون معناها شعره مش تعبى هكا انا بدي انبهرت البنات كيف وراوني انا قلت كي خذاه وخذاه من عندي زي ستونت ما ريتوش بالكل ان شاء الله كي نمشي نكلمه مش نعاود نشوفه انا نحب الراهب بالكدا معناها صوروا له شعره فريمون سي الحمد لله يا ربي لله على المنتوج يعني. اللي قاعد لاقي صدى كبير برشا والحمد لله دونك انا جست نحب نقول لهم راهو عندهم جمعه كامله ثم سوربريز ديما لي كادو ثم عندهم الاسكارغو وعندهم ليكران وعندهم لو مي سيلير راهم فيهم يسون 230 دينار في عوض 450 اوفر هيلة هذه اوفر هيلة نتاع جمعة كاملة وثم ليلي ولي سيروم اللي ب 300 دينار توا ب 110 ولا سيروم في عوض 300 كيف كيف راهو ب 130 يظهر لي ولا 120 ثم اون بروموسيون اكسترا اوردينير كيما العباد ثم نتاع الفغيس نتاع جهة التركيب اللي تحب تسمن اللي تحب تضعف لي تاش اللي عملنا لي دوكور معناها كل شيء موجود تبارك الله عندنا جام هيلة ياسر اللي فيها كل ما نحتاجوه احنا ان شاء الله من خلال برنامج الويكاند كل سبت وحد نركزوا على ان دي برودوي حتى كل واحد يعرف شنو اللي حاجته ويفهم مليح شنو البرودوي اللي باش يستعملوا احنا حاليا يعيشك عفيف احنا حاليا موجودين في ناش خلفاء راشدين اللي هو في المنزل الصاد ثم الصادق سرتي يدوروا معاه على اليمين مع الفارماسي ثاني دورة على اليسار ثاني دورة على اليسار ان شاء الله غدوه الحي باش نجيب لهم موديل باش نعملوا لونتيغيت باش يشوفوا الحجم كيفاش يطلع هذا كيفاش يتعبى ايفي انستونتاني بالوقت ايفي قدامهم معناها خد بخد باش يشوفوا ليفي نتاع لو برودوي ناتوريل شنو هو اللي يعمل يعطيك الصحة ميرسي بوكو جست التليفونات اللي احنا 98 200 023 22 341 341 29 0 31 0 32 و 24 355 0 31 رجاء نباعوا اليوم سبت تنجموا تطلبوا تنجموا تجيو تلحقوا على الكادو باش تاخذوه سيغوم مع باش نقول لكم عليه سيغوم معمول بالجولد وثم سيغوم معمول بالديامون
كادو مع اللي تاخذ لي غيد. فوالا مع لي زونتي غيد هذوما اللي عندكم اوفر هايله باش تقعد جمعه كامله، دونك بروفيتي. باكثر ديتاي تنجموا تدخلوا على انستغرام وفيسبوك بيموغ الطبيعي منيا غزايل، تلقاو لي ديتاي كل. سينو احنا باش نتقابلوا معها غدوه. يعطيك الصحه منيا، شكرا ليك، نتقابلوا غدوه ان شاء الله دونك مع فقره جديده مع مدام منيا غزايل. اقعدوا معنا في المشاهده، فاصل قصير وراجعين. كل شدة وعندها نهايتها، غدوة ترجع حياتنا لعادتها. أما اليوم خلينا نشدوا ديارنا ونحميوا صغارنا ونتعاونوا ونعملوا اللي علينا باش نحافظوا على أهلنا ومالينا وكبارنا اللي يعزوا علينا، وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وتتعدى هالسحابة وتونس تعاود تشرق شميستها. عمرنا ما نسينا الناس اللي تخدم علينا وأبطالنا في السبيطارات اللي تداوينا على خاطر بلادنا سرها وقوتها في محبتها. وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وحوستها وفرحتها وبهجتها، وباش نفرحوا أكثر ساعتها على خاطرنا باش نحسوا أكثر بقيمتها. توينسا وسرنا المحبه.